كيف يكون التعامل مع غير المسلمين؟ إيريكا كوني قواداقي جيجوك موك جو إسلام. الأصل أننا نتوسط في التعامل مع غير المسلمين، يعني لا يمكن أن نتعرض لغير المسلمين بالقتل أو بالسب أو بأخذ الأموال، سرقة أموال الكفار. وداك جو إسجوك موك جو إسلام مبير كندو أقوى يانجي كندو أقوى جوجي وكذا وكورجي بندو أقوى كل جيجي. ومع هذا لا يمكن نشارك الكفار في أعيادهم في احتفالاتهم. كندو ما نيالو بدونين تيري ويز ويز ومورنين على نيالو كندو كما هيكم جو كريستو لكني أقبل. نعم، وأيضا لابد أن نتميز عنهم في لباسنا. كندو كبير توني كبيني وان كاكا جو إسلام واروا كوري مجيني نوان جو إسلام كيك واروا كريك كدين في الاعتقاد kata mana itikadi bidoni wangeyo niko tesaye na chiel manodoni wangeyo kaka jo islam wafog rekordi fil amal gitije mwati yogi kata kaka wada korgeyo niko wabedni wan jo islam to gini jo kristo tuko kwa chandigi labud nadruhum ila Allah kuchuno wani nyaka waliwongi ki edini mara islam nuallimahum attawheed kendo waponji gini tawheed al muslim yansah lil kufar ya islam bedo maborgi tida magu kafiri يحب لهم الخير وهو الدخول في الإسلام. أدوار نجي بير كندو أدوار قيمة نجدا جسلا. يخاف عليهم من النار. أبدوني أدوار نجي من نجدا جماعي. أدوار قيمة نجدا كي جدا جماعي. نتعامل معهم في البيع والشراء ولا إشكال. ونجي شيء دكوا بيدو كوري ما ولي ويني أو كوري تو أوسو كوري قتما بدي بيشار.